الكرسي. الله الله اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجي وفوائد مولانا جمل بسروح الأنفس والمهجي ولها رجل محي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرجي فلربما خاض المحيا ببحور الموج من اللجج نحيا ببخور الموج من الوجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا انقصدت من عرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج يا رب بهم وبآلهم عشر بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عشر بالنصر وبالفرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج ورضا بقضاء الله حجج فعلى من نوزته وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ورجي فإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك البرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق سمجي ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج من يخلق نور القلب بها يظهر بالحور وبالفرج من يخطب حور الخلق بها يظهر بالحور وبالفرج يا رب بهم واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسادتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترجي وشرب تسليم مبجرها لا ممتزجا وبممتزجي مدح العقل الآتي هدى و
وهو متولي عن وجهي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرجي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرجي. يا رب بهم وبآلي عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلي عجل بالنصر وبالفرج. وكتاب الله رياضته لعقول الخلق مندرجي وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج إلى همج فإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الراجي وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق الثبجي فإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الراجي وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق الثبجي وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعترج وتنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى الهرج والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى الهرج. صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى الناجي 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 وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهجي وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهجي وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخرج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخرج وأبي عمرو ذي النورين مستحي مستحي البهج وأبي عمرو ذي النورين مستحي مستحي البهج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخرج وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بهم فلج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخرج وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بهم فلج وعلى الأصحاب بجملتهم بذلوا الأموال مع المهج وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم البلج واختم عملي بخواتمهم يكون غدا في حجر. يا رب بهم وبآلي عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلي عجل بالنصر وبالفرج واختم عملي بخواتمهم ليكون غدا في الحشر نجي واختم عملي بخواتمهم ليكون غدا في الحشر نجي. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. Yeah.